بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. ميسما سبورت اعلنت ان ميشيل ذكريين هو المدير الفني الجديد لفريق الترجي التونسي. هتقول لي صديقي العزيز انت مش كنت بتتكلم معايا على لوسيان فافر؟ اه كنت بتكلم معاك على لوسيان فافر، وكنت بقول ان هو نوعا ما مناسب شويه للبادجت بتاع الترجي، بس الترجي هيعلى معاه شويه. يعني مثلا كاردوزو كان 30,000 دولار، لو عايز تدفع فلوس لوسيان فافر 70,000 دولار وتجيب لوسيان فافر هيفرق شويه معاك، ولكن الترجي قرر ان هو ما يعليش الفئه السعريه بتاع المدربين. وخلي بالك دي اهم حاجه في موضوع التعاقد مع مدرب. سيبك بقى من كل الكلام بتاع ان الترجي اسم كبير في افريقيا والترجي من اكبر الفرق في افريقيا، انا مقتنع معاك بالكلام ده، بس هل الكلام ده لوحده مغري للمدرب ان هو يجي عندك؟ الموضوع ملوش اي علاقه بموضوع الاغراء او مش اغراء. عايز تجيب مدرب عالمي وعايز تجيب مدرب كبير هتعلى فوق ال 100,000 دولار، وممكن كمان تعلى فوق ال 200,000 دولار. ده سنويا يا كابتن؟ لا شهريا، انا خفيف بتخف دمك كده يا كابتن. المدرب مين اللي هياخد 100,000 دولار سنويا؟ صباح الفل يا صاحبي، انت محتاج تجيب مدير فني كبير فوق بقى ال 100,000 دولار وفوق ال 200,000 دولار شهريا. فالحكايه كلها واقفه عندك. فلما اتقال ان رينيه فايلر مرشح للترجي انا قعدت افكر بالعقل والمنطق كده. فايلر اول ما بدا في الاهلي كان بياخد 180,000 دولار. هتقول لي 180,000 دولار هو الاهلي بيدفع الكلام ده؟ مارسيل كولر بياخد 220,000 يورو، ده بجد على فكره مش هزار. فالاهلي بيدفع رواتب غبيه بالنسبه للمدربين. اما بالنسبه للترجي فالترجي كان التارجت بتاعه من 30,000 ل 50,000 دولار. يعني كاردوزو كان بياخد 30,000 دولار، الترجي مش هيعلى اكتر من ال 50 و 60,000 دولار. ده بالنسبه للطقم، وده اللي وجدوه مع ميشيل دي زكري. ده من الاخر بقى، في ناس هتقول لك اصل الراجل ده ما طلعش بره فرنسا، والراجل كل شغله كان في كان في نانت، وبعد كده كليرمونت فوت ونانت تاني واستاد ريميس ومونبلييه واستاد بريست. يعني هو درب استاد ريميس واستاد بريست، بسم الله ما شاء الله عليه، ونهايه كان التجربه بتاعته مع مونبلييه. في ناس لما شافت الارقام بتاع المدرب شافت ان هي نوعا ما مش مغريه. يعني الراجل بدا مسيرته مع نانت كمدير فني في 2007، لعب معاهم 61 ماتش، قضى معاهم 561 يوم، يعني تقريبا سنه ونص. لعب 25 لعب 61 ماتش، كسب 25 وتعادل 18 وخسر 18. بعد كده راح كليرمونت فوت، لا دول قاعد معاهم، دول قاعد معاهم 1000، دول قاعد معاهم كام سنه؟ دول قاعد معاهم كام سنه؟ لا قاعد معاهم كتير. يعني دول كانوا في الدرجه الثانيه الفرنسيه، قاعد معاهم من موسم 2009 مش على موسم 11 و12. لعب 124 مباراه، كسب 47، اتعادل 38 وخسر 39. بعدها رجع على نانت تاني، رجع على نانت بموسم 2011 2012، مشي في موسم 2015 2016. واضح ان هو مدرب معمر، يعني واضح ان هو مدرب معمر بيطول. لعب معاهم 171 ماتش، كسب 65 وتعادل 47 وخسر 59. طبعا كلها انديه نص جدول. بعد كده راح على استاد ريميس، بدا معاهم من موسم 2016 2017 ومشي موسم كام؟ مشي موسم 17 برضو. يعني هو بدا معاهم في 16 17، مشي في موسم 2017 2018. لعب معاهم 41 ماتش، قضى معاهم موسم، كسب 15 وتعادل 13 وخسر 13. مونبلييه بدا معاهم من موسم 2021، لا بدا معاهم من موسم 2016 2017 ونهى موسم 2021. لعب 161 ماتش، كسب 63 وتعادل 51 وخسر 47. بعد كده ما عادش، يعني كالعاده الراجل ده ما بيقعدش. راح رجع على استاد بريست، مسكهم 51 ماتش، كسب 16 وتعادل 12 وخسر 23. اخر تجربه ليه مونبلييه، بدا معاهم من موسم 2022 2023، لسه تم اقالته في اكتوبر اللي احنا فيه ده. خسر واحد، لعب 61 ماتش، كسب 22، اتعادل 16، خسر 23. مسيرته كلها انديه نص جدول في فرنسا. الراجل مسيرته كلها انديه نص جدول فرنسا. طبعا مش هتدور على القاب بقى، القاب صباح الفل يا صديقي العزيز، القاب يعني مفيش القاب والكلام الفاضي ده. للاسف هي دي الفئه السعريه اللي الترجي عايز يجيب فيها مدربين. قعد دغري، هي دي الفئه السعريه اللي الترجي عايز يجيب فيها مدربين. الترجي لو كان عايز يجيب مدرب
افضل كان هيعلي الفلوس اللي هيديها له شهريا، بس الترجي قرر ان هو ما يعليش الفلوس اللي هيديها شهريا، فطبيعي ان هو يجيب حد زي زكريين. هتقول لي يا كابتن معلش ما احنا جبنا كاردوزو وقاعد في البيت ونايم تونس كلها من المغرب. بوينت برضو، نقطه برضو، انا ممكن فعلا اجيب مدرب قاعد في البيت بقاله سنين ويقدر ان هو يمسك الفرقه بتاعتي ويكسر الدنيا. ليه؟ اور واستعميان، ودي واحده من الحياه اللي بيرفضها الجماهير التونسيه، ان المدربين التوانسه حاليا كلهم على الله حكايتهم، فاي مدير فني اجنبي بيجي لهم من بره بيدوس على وشهم كلهم زي ما عمل كده كاردوزو. بس كاردوزو كان شغال باسلوب دفاعي، مالناش دعوه بالكلام ده. دلوقتي انت جايب مدرب نص جدول، ممكن الافكار تتغير في الترجي؟ ممكن جدا. ممكن الترجي ينجح مع الراجل ده؟ ممكن جدا جدا جدا. هل هو الخيار الافضل للترجي؟ الحقيقه طبعا لا. هل هو الخيار الافضل في كل الاسامي اللي اتقالت؟ الحقيقه مستحيل ان انا اقول لك كده، بس هو ده الخيار المناسب للفئه السعريه اللي الترجي عايز يجيب فيها مدربين. زي حضرتك كده، انت معاك فلوس ونازل عايز تجيب تليفون، نفسك تجيب ايفون مش تليفون عادي، بس الفلوس اللي معاك هتخليك تجيب تليفون متوسط، فئه سعريه متوسطه. هو ده اللي الترجي كان عايزه. الترجي كان عايز يجيب مدرب كبير جدا ولكن بفلوس قليله، فمش هتظبط ابدا. وهي دي الحكايه اللي بتخلي الواحد ما يتكلمش كتير في قصه المدربين بالنسبه للترجي او بالنسبه للمنتخب التونسي، لان الجماهير بيكون عندها طموح فوق 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 في السماء، والفلوس اللي بتكون محطوطه للمدرب ده بتكون قليله قوي، فبتحس ان في فجوه زمنيه ما بين التارجت اللي الجمهور عايزه ما بين الواقع اللي المسؤولين هيصرفوه على المدرب.